السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني مصائب رايان شرقي في اولمبيك ليون تقربه من المنتخب الوطني الجزائري. صح، بس نكلموش على روحنا، ما غاديش يكون معنا في الكوب دافري كيما هو كي عدليكي، ما غاديش يكونوا معنا. يعني هذا وين بدات مع مفاوضات، كان هذو الناس كانوا يكذبوا عليكم. قلنا المدرب راه اتصل بهم، كان لا اتصالات تاع مدرب الاول اول يعني عملنا راه اتصلوا بهم. هذا وين اتصلوا بهم، هذا وين راهم يحضروا معاهم، هذا وين راهم معاهم. كاش اللي يكذب عليك؟ عوار جماعه هذو اللي جاو فانيكس بيزف هو اللي كان يروح يتصل بهم مباشره مع ناس فماك، لا مدرب لا سيدي عباس، نكذبوا على روحنا ما والو. اش تكذب عليا انايا؟ مكانش يكذب، باش تفوتها ليقلك، راه فوتها انتايا، طيقت. وين بات المهاجم نادي ليون رايان شرقي ذو أصول جزائرية في وضع لا يحسد عليه، خاصة منذ مجيء المدرب الإيطالي فابيو لي دق دقوه البارع، دق دقوه دق دقوه، عطاوه غير الوجه، قالك حق روب، ما كان لا حق روب لا والو، مارسيا هذه يا مارسيا. ويعيش نادي ليو أزمة نتائج منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث يقبع في المركز الأخير بالدوري الفرنسي لكرة القدم بثلاث نقاط فقط بعد تسجيله ثلاث تعادلات. وساءت وضعية خريج مدرسة أولمبيك ليون مع ناديه بعدما قرر الإيطالي فابيو عدم توجيه الدعوة لرايان شرقي يعني لمواجهة مضيفه أولمبيك مارسي ضمن منافسة الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي. أجلوها يعني دا الهراوة وأجلوها. وسبق للمدرب الإيطالي أن استبدل لاعب رايان شرقي في مواجهة الماضية أمام كليمونت فوت، وهي مباراة التي شهدت بداية القطيعة بينه وبين مدربه. وصرح المدرب بعد نهاية المواجهة يعني كليمونت فوت أن شرقي يملك موهبة رائعة لكنه يحتاج إلى المزيد من العمل لتطويرها. يا ولي لاعب كبير هذا عنده 23 عام، انا نقول لك يلعب في عنده 20 عام. يا شيخ كبير هذا، الشيخ كبير هذا كون يجي مع هذا تاع شيخ لعب شيخ لعب غبيله ولا يطيح مع مدرب بلي حنا منتخب وطني، خاطر حنا حنايا ذا المدرب اللي راه عندنا ما طورش المنتخب الوطني الجزائري، ما نكذبوش على الوعدة. راهم يقول لك بلي افريقيا تطورت، ما كان لا افريقيا تطورت لا والو، حنا رانا مولين، حنا ولينا مكانش تاع افريقيا تطورت. افريقيا تطورت النيجر تاع ماركات لك، انا ماك شايف ربحنا تاع دقيقة ولا باش ربحنا النيجر، النيجر تخلي فات كوب دافري قول هاو مالك، اما ايش راك دير تاي طنزانيا تاع ما يتردو طنزانيا، طنزانيا اش تاعي التاريخ تاعها في كرة القدم تاعي طنزانيا، تجي تقول لي طنزانيا انايا طنزانيا، طنزانيا كنا بسوداني وكنا نظلموها بسبعة، شكون ساك تهدر؟ تنزانيا تاع 0-0 هنايا، تجي تقول لي انا تنزانيا حبساتك، تجي تقول لي تنزانيا طورت، وين طورت؟ ها غادي تروح تلعب بريمي تور تخرج، شنو طورت؟ هاو تقصروا علي داول، يا عادي عادي يقول لك افريقيا طورت، ما تنساوش يقول لك افريقيا طلعت، شنو طلعت؟ شنو طلعت؟ وين طلعت افريقيا؟ راني في الرياضة بعض المنتخبات، ها طلعت افريقيا. هاي يكبروا صاي ما يتردوا لي انا، ما يترد لي انا الصومال البرازيل موزمبيق الارجنتين هاريحو بوركينا فاسو ولا تغابلتكم، خاطش علاه انت ما تطورتش، انت ما تتبع في واحد غادي ثلاثة اشهر ما يلعبش يديره يلعب، بس غادي يلوي غادي يخرجوا له لسانه في الكوب دافريك، لسانه يخرج كيما عطال لسانه يخرج. هاو مالك قال لك لا في طوع نبينوا للناس بلي كاين ناس واقفين مورا، لا وقفوا معاه مورا انتوما كيما هكا، ديروا تمديد ديروا منا عايروه، بصح ماشي بالليكيب ناسيونال لا، هذه هي. نعاودوا نولوا نتكلموا
وباتت مكانة رايان شيركي مهددة مع المنتخب الفرنسي الأقل من 23 سنة والذي يقوده المدرب الفرنسي تيروري، كما أن فرص مشاركته مع الدياكا في أولمبياد باريس. وكشفت تقارير إعلامية أن حظوظ الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني والاتحادية الجزائرية في إقناع في إقناع شرقي باتت وافرة لتغيير جنسيته الرياضية وتمثيل منتخب جزائري في أقرب وقت ممكن. عشان ما غاديش يلعبك على قولك. وظفر المنتخب الجزائري مؤخرا بلاعبين جدد من مزدوجي الجنسية على غرار بدر الدين بوعناني مهاجم نيس، وامين قويري مهاجم ران، وحسام عوار نادي روما. وتجدر إشارة ان الشرقي خاض 9 مباريات مع فريق اولمبيك ليون خلال مباراة الدوري الفرنسي هذا الموسم، وفشل الشرقي في قيام باي مساهمة تهديفية في حين يمر الفريق بفترة صعبة هذا الموسم بتذيله ترتيب ليغ 1 برصيد 3 نقاط في 9 جولات. مثل كيما كان اليوم غيتخلص غيتخلص اليوم. شوفي ما هدرتش على المباراة تاع الشايبي وتاع بالسبعين، كيما هدرتي ها الشايبي سجل دارو تروا شو بين ما بغيتش تهدر هكا على بوداوي، يا ودي بوداوي يلعب ما بغيتش تهدر عليه، سمحوا عليك بوداوي هذا ما هدر عليه بقاو يهدرول. والله العظيم شوف لا شوف لا يجي هم تقول لما جيت ياكي هم ولا كسر هم لما جيت ياكي يا ودي بغيت نقول هادو الناس هادو اللي يقول لك باللي اللعابة كيسموهم يقول لك لازم توقفوا مع كيسموه يا ربي مع هذا عطال، يا ودي تبع خليك توقف مع عطال ايه مع عطال عطال ما يدير والو، عطال انت غادي يلعب لك غادي هذا شو في عطال هنايا، عطال هنايا انتوما والله راكم غالطين، عطال يوريو يقولك شاهد عطال بهدل ديفونسيرا تاع لادفيرسير، بصح عطال تشوفها رولي شحال من غلطة يديرها لك، أموالك، وشو شحال من غلطة يديرها لك أصاحبي. سهلة ولا عسى سهلة ولا كل شيء يجي في وقته وشوفوا شوفوا غادي يوصلونا شوف عليا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. سعيدكم.